ولاية تلمسان لؤلؤة المغرب العربي الكبير، الرائدة في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم عبر المساجد والجمعيات الدينية، قد عرفت نشاطا قرآنيا كبيرا خلال عطلة الصيف. فالمخيم المكثف للقرآن الكريم لجمعية الإرشاد والإصلاح في طبعته الأولى بمشاركة 100 من حافظي القرآن بمختلف الأعمار. يا حفلنا من أي شيء أبتدئ؟ أم كل باب فيكم يهتنئ؟ وجوهكم نبراس لا ينطفئ. المخيم كان عجبني بزاف، المخيم كنت نتسنى بزاف هذا اليوم، كنت فرحانة بزاف اللي راني هنايا. يعني دابا عشت كان مومنتو مهم، وكان مومنتو دي كوران، تengo muchas ganas de estar aquí y estoy aquí y estoy feliz de estar aquí y me gustaría mucho conocer a más personas y tener más amistades y estar feliz aquí en este campamento. تنظم هذا النشاط الذي هو عبارة عن حفظ المكثف للقرآن الكريم، وهو عبارة عن 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 يعني أيام معدودات تبقى فيها الطالبة تحت إشراف أستاذات متمكنات، وفي نطاق تحت إطار برنامج مسطر من بين البرامج اللي نركز عليها هي الحفظ للقرآن. قوم بتنظيم المخيم حفظ القرآن الكريم، المخيم المكثف من 10 إلى 23 جويلية، وفي طبعته الأولى كما تم تحت شعار نور على نور، كذلك سمي هذا المخيم على اسم الداعية الشيخ سيد أحمد بريكسي الداعي. عدد المشاركة في هذا المخيم قراء زهاء 100 مشارك من جميع ولايات الغرب الجزائري كغليزان بيض وجميع بلديات تلمسان. نشكر جميع الذين وقفوا معنا. الأجمل أن يشرق قلبك بالتقوى، والأجمل من ذلك أن يزين لك الله بزينة القرآن ويشرفك بشرف القرآن ويدخلك الجنة بشفاعة القرآن.